سي حافظ الحصيري دي رئيس جمعيه صفاقس تتحلم، تحكي لنا على ليفينمون مش يصير ان شاء الله نهار 11 جويليه، وانت يعني من المنبر نتاعك يعني تطلب المجتمع المدني ان شاء الله باش يكون حاضر 11 جويليه. بالنسبه للمشروع هذا نتاع ليفينمون هذا راهو ناتج على انه فما تقصير كبير من الحكومه، انه الحكومه مش قائمه بالواجب نتاعها في الانتخابات نتاع الالعاب المتوسطيه 2021. دونك المجتمع المدني ظهر لنا بالكاشف انه هو يلزم يكون فاعل في صفاقس. عملنا نداء للخيان الكل باش يقوموا بالعمليه هذه باش نوصلوا للتاع اللي راه المجتمع المدني في صفاقس ككل يحب الالعاب المتوسطيه. اقترحنا انه نعملوا حفل، والحفل هذايا للترويج للالعاب المتوسطيه 2021. الحفل هذا مش يكون فيه الغايه نتاعو هي اولا غايه سياسيه، مش نستدعيو فيها وزراء منهم وزاره الشباب والرياضه، منهم وزير نتاع الثقافه، وزير نتاع الخارجيه، وزير نتاع الخارجيه والرياضه والثقافه، وزير اخر ديجا الرابع جاوب ليش يكون الرابع ما يقلقش. المفيد بالنسبه لنا احنا فما اربع وزراء اللي يلزم يكونوا موجودين. الاربع وزراء باش يعرفوا شنو قاعده ريالمون تعمل صفاقس للالعاب المتوسطيه. اون بلوس فما في الالعاب المتوسطيه مش يكون موجود سي محرز بوصيان اللي هو رئيس اللجنه الاولمبيه المتوسطيه، اللي هو مش يكون هو والاعضاء نتاعو سي فتحي الحشيشه، مش يكون موجود البلديه خاطر احنا كولابور زاد كيف مع البلديه بما ان هي طرف في الالعاب المتوسطيه قائمه بواجب، زاد هي مش كبيره ياسر ما قائمه بواجب. دونك الحفله هذه مش تكون حفله شبابيه، حضرنا غناء مع فنانين من صفاقس متطوعين منهم سي بن عمر ومنهم الشاب ديجا باش يغنيوا الاغنيه هذه. عندنا شباب رياضي مش يقوم بحاجه كبيره في الحفله، مش يكون قرابه ال 200 فنان، نحكي فنان راهو مش كان فنان مغني، معناها فنان على كل المستويات في الرياضه ولا في كل شيء مفيد، فنانين في كل مختلف المجالات. وباذن الله نحبوها تكون ناجحه، ونحبوا العدد يكون كبير، نحبوا الشباب الكل يهبط، شباب وشياب والعباد الكل، معناها فهمت السن الكل واطفال. المفيد نبينوا للمجتمع، المجتمع المدني راهو يرغب في الالعاب المتوسطيه وهذه الغايه. اون بلوس اللي نحب نقول لكم انه مش نجيبوا صحفيين من كامل العالم وصحفيين التوانسه وزاد اوسي، مش نعملوا عشاء في الزيتونه على مش نضيفوهم، مش نفرحوا بهم ان شاء الله. ودعوه الى كل شخص من جهته هو يجمعين مرحبا به، كل شخص معناها انتم قاعدين تعينوا بطبيعتكم، كل شخص يجمعين كشاب، خاطر اليوم اللي نعملوا فيه راهو مش لينا احنا لكم انتم 2021 سي بيانتو مي سي بور فو. ان شاء الله ربي نجحنا في الانتخابات هي اللي ان شاء الله مش تكون 27 اوت، كان نجحنا صفاقس مش تولي بلاد اخرى قدام اللي هي موجوده فيه تو. هذا هو الغايه، معناها من الغايه انه راهو احنا حبينا نوصلوا صوتنا للحكومه ونوصلوا صوتنا للخارج انه راهو صفاقسيه يحبوا الالعاب المتوسطيه تكون في بلادهم، وحطيناها شعار صفاقس عروس البحر الابيض المتوسط. هذا الشعار اللي مش عملناه في الدوره هذه، وربي ان شاء الله يساعد وربي ان شاء الله يعيننا انه نوصلوا للغايه نتاعنا هذه. ونطلبوا من الحكومه تقوم بدورها، اليوم الحكومه مش قايمه بدورها، ما كانش نحبوا نستدعوا وزير الخارجيه باش يجي باش يقوم بدوره، باش نستدعوا السفراء، باش نستدعوا وزير الشباب والرياضه باش يقوم بدوره زاد كيف باش يعيننا انه يوصلونا صوتنا ودعوه زاد رجال الاعمال الكل نتاع صفاقس اللي في تونس موجودين ولا اللي في صفاقس انه يعينوا الدوره هذه، خاطر تحب لها يصرف فلوس، معناها الحفله كلفت لنا ياسر فلوس، والسفر اللي يحبوا يسافروا تو البلدان هذه اللي ما جاتش واللي ما عندناش، خاطر المشكله خاطر فما شباب مش فاهم الانتخابات حتى كيفاش بتصير، وحنا مش نعملوا ديتراكت نوزوهم، واللي فما بلدان ما عندناش فيهم سفاره في تونس، هي 24 دوله عندنا 12 دوله موجودين و12 اخرين مش موجودين، دوك 12 اخرين لازم الوحيد لازم عباد تتنقل لهم ولازم مسؤولين يتنقلوا لهم، ما يلزمش نمبورت كي يتنقل لهم، لازم تكون تمثيليه صحيحه، عباد في مستوى معين يحكيو باش نمثلوا الجهه نتاعنا على احسن تمثيل،
بإذن الله نتصوروا أنه عندنا أمل للترشح رغم أن الظروف هذه اللي جت في سوسة و... على ذكر الظروف اللي في سوسة يعني مش تشوف أنه تحظوظ صفاقس نوعا ما يعني بالبريود الأخيرة كانت حظوظ توافرة نوعا ما لكن تنجم بالضربة متاع سوسة الحظوظ متاعنا وليت نوعا ما تقلت عاتي بارابور فيش يكون قبل شنو رايك في الشيء هذا؟ والله بالنسبة للمستوى حتى الدولي كان تشوفه حتى السياسي معناه يقول لك سي الإرهاب موش موجود كان في تونس معناه الإرهاب موجود في كل بلاصة مي احنا وقت نعمل الحفلة هذه ونبينه للعباد راه مرتاحة في البلاد واللي فما النومبر كبير متاع 30,000 ولا 40,000 شاب وشابة والعباد كل خرجت بالعمار الكل موجودين باش تفرجوا على الحفلة هذه راي الإيفنمون هذه مش توصل بارتو في أنحاء العالم مش يقول لك راهو البلاد خاطر لازمنا نبينوا لهم خاطر هما يسمعوا لكن احنا ما نوصلوا لهم صوتنا شي بلادنا احنا مرتاحين توك العباد الكل موجودين صغار واحد كلهم في الشوارع دونك راهو مش معناه الارهاب جات ضربه في سوسه معناها راهو تقلق ما تقلقش بالعكس اون بلوس صاروا في الانتخابات يعطيو قيمه يعطيو قيمه ان المجتمع المدني يحب الالعاب المتوسطيه وهذا مناش احنا نحبوا نلمدوا الشمل نهار 11 سبتمبر نهار 11 جويي باش العباد الكل تكون مع بعضنا وان شاء الله ربي سهل اللوغو ان شاء الله يعني ماشي نشوفوا اللوجو اوفيسيال نتاع صفاقس 2021 ان شاء الله في الايفينمون والله هو مش تبعنا هو تابع اللوجو لا مش نشوفوا السيجل اللي مش نشوفوه يشعل نهار لوانس باذن الله في 11 نتاع الليل فما غنية سبيسيال عاملينها صفاقسيه للالعاب المتوسطيه فرد وقت وهم مش نركبوه في بوادينا نهار الجمعه وباذن الله نهار السبت في 11 ليله السبت في 11 متاع الليل مش يشعل وباش يبين اللي احنا راهو رغم ما يزال الظروف معناها رغم احنا اليوم ندعي من منبر هذايا انه الصفاقسيه نتعاونوا مع بعضنا وانتم الشباب زاد كيف بروح كبيره وبروح تنافسيه منظيفه ونكونوا خيان العباد الكل باش نجموا نطوروا هالجهه هذه خاطر اذا مش تقعدوا هكا هذا يضرب في هذا وهذا يضرب في الاخر وهذا راهو ما يصيرش احنا اليوم جات فرصه فما حراك بالحق والحراك هذا فيه شويه مشاكل والمشاكل هذه لازمنا نتعداوها ويلزم لم الشمل العباد الكل باش نجموا ننقذوا ما يمكن انقاذوا في الجهه هذه خاطر راهو اليوم كان نحكيوا سياسيين راهو الحكومه 5 سنين هذوما مش تشوف صفاقس حتى تحل المشاكل نتاع المناطق الاخرى اللي فيها ياسر المشاكل، بالنسبه لهم الصفاقسيه لاباس عليهم، رغم ان صفاقس قاعده في مستوى متدهور جدا بعد ما كانت الثانيه في على مستوى الولايات اليوم صفاقس السابعه، دونك اللي ان بروبليم، البروبليم هذا لازم كنتوا تعيشوه وانتم اللي تجموا تقوموا بالواجب باش نجموا نطوروا هالبلاد هذه. السياحة في صفاقس يعني شفنا في الفترة الأخيرة عملية آتي ترميم للشواطئ ممكن حتى من جمعية صفاقس تحلم عندها تدور في اللي نشوفه فيه في الكازينو تو في صفاقس ونكون تعطينا اش مش يصير بالضبط في المنطقة هيك. والله بالنسبة لنا احنا هنا فما وخيان معناها فما عديد الجمعيات في الحكاية هذه موجودة منهم صفاقس تحلم واحنا شجعنا بالباهي وان بلوس اللي نقوله لكم انه مش نعملوا ايفينمون واحد اخرى في الشط غادي باذن الله بعد النجاح ان شاء الله الحفل هذا اللي مش نعملوه لو 11 جويي مش نعملوا في اوت ايفينمون مماثله في البحر ديجا غادي وباذن الله باش نعيطوا للعباد الكل وباش تكون الشباب باش نعملوا فرحه كبيره اللي صفاقس فتحت على الشطوط نتاعها واللي صفاقس اليوم راهي تفرح وتصالحت مع البحر ونفرحوا بالتصالح هذا ونعملوا فرحه كبيره لما العباد الكل مع بعضنا. نسمع الكل لا تمشي تعمل غطس صحيح ومش نعملوها في العشيه الى الليل والعباد الكل تعوم مع بعضها باذن الله هذا يصير في المواد اوت. عمل فني رياضي زاد. فني رياضي مش تكون فيه مسابقات رياضيه فيه السباحه وفيه السباحه وفيه الجري وفيه المسابقه على الدراجات زاد. دونك هذا مع عباد معينين من صفاقس ومع وزاره الرياضه مع بعضنا باهي قصدونا في الحكايه هذه قاعدين نحضروا لها هات نكملوا 11 جويليه وباذن الله ما احناش واقفين وما صفاقس تحلم بدات من تو وبدات على باس سوليد حتى في المال الثقافه 2016 كيف كيف مش يكونوا موجودين وفي كل عمل داخل صفاقس اللي هو فيه اوبجيكتيف غير الاوبجيكتيف السياسي ولا الظهور احنا موجودين فيه
أكثر من هكا ما عندناش حتى مصلحة. وعبيت كلمت علينا أنا وسيد موسى بخماخ مقرر وعندهم مصلحة سياسية، فهمناهم اللي احنا ما ترشحناش وما عندناش مصلحة سياسية. اليوم مصلحتنا صفاقس، واليوم مصلحتنا هو أنه الشباب يلزمهم يتوعاوا ويفهموا اللي راهو يلزمهم يكونوا يد واحدة باش نجموا ننقضوا هالبلاد هذه. هذه الغاية، وإن شاء الله ربي يوفقنا العباد الكل، ومرحبا بكم، إن شاء الله نتعاونوا فما كان الخير. أنا متأكد اللي فما كان الخير.